صباح الخير يا فندم، قالوا لي ان حضرتك عايزني. صباح الخير يا صلاح، اتفضل اقعد. اتفضل يا فندم، ألف شكر. طبعا يا صلاح، انت عارف انك ابن الشركة وان احنا بنعتمد عليك في حاجات كتير. طبعا طبعا يا فندم طبعا. طالما فيها ابن الشركة يبقى ربنا يستر. شوف يا ابن الشركة، انت هتسافر النيبال، في معبد هناك فيه شوية رهبان كده. رهبان؟ معبد؟ ممكن يشتروا مننا يا فندم. هنبيع ده يا صلاح. بس في معلومة صغيرة كده، هي مش مهمة أوي يعني. الرهبان دول قرع أساسا، يعني ما عندهمش شعر. يا فندم أكيد حضرتك بتهزر. طبعا لا، أنا مش بهزر يا صلاح، إحنا جايبين 20,000 مشط من الصين عشان نبيعهم. اتفضل بقى يلا عشان تلحق تجهز نفسك عشان تسافر، فاضل لك ساعتين على الطيارة وعشان تلحق تحقق التارجت. تارجت؟ التارجت إيه؟ واو، أستاذ صنباطي شكله اتجنن. تقول حاجة يا صلاح؟ سامعك أنا بتبرد. عمرك تخيلت انك ممكن تبيع حاجة مستحيلة؟ تبيع مشط مثلا لواحد اقرع؟ قصتنا النهاردة بتحكي عن ثلاث مناديب، المدير بتاعهم طلب منهم يروحوا يبيعوا مشط بتاع الشعر لمجموعة من الرهبان في المعابد البوذية. المفارقة هنا والصعوبة ان الرهبان دول قرع، ما عندهمش شعر اساسي. كل واحد من المناديب دي فكر بطريقة مختلفة. ثالث واحد بقى هو اللي كان تفكيره مفاجأة. يا ترى لو انت مكانهم ممكن تتصرف ازاي؟ يا ريت لو تكتب في التعليقات ممكن تعمل ايه في موقف زي ده. المناديب الثلاثه في القصه توكلوا على الله وراحوا يبيعوا المنتج اللي قال لهم عليه المدير، ولما رجعوا اجتمع بيهم المدير. سال الاول: ها عملت ايه؟ قال له: والله ما بعتش غير مشط واحد بس. المدير بص له باستغراب كده: بعت مشط واحد؟ قال له: اه. قال له: طب كانت ايه المشكله؟ قال له: طبعا الرهبان اتهموني بالسخريه، فالصراحه احبطت واخدت بعضي ومشيت. انا ما شفتش لا ابرد ولا طاقه سلبيه اكتر منك. مش عايز زفت، مش عايز زفت، امشي. بس يا فندم انا كنت عايز حضرتك تنفعني باي حاجه او تساعدني، يعني انا متشكر قوي. انا بلف على رجلي طول النهار لما رجلي ورمت. بعدين الدنيا ملطشه معانا بصراحه، وانت فاهم الظروف اليومين دول عامله ازاي. وانا ماشي لقيت واحد من الرهبان الصغيرين لسه شاب كده وعمال بيهرش في راسه، فقلت له: ايه رايك تاخد مني المشط دوت يساعدك انك تحك راسك بدل ما تعمل بايدك، وهو شكله شيك وحلو كده. فبعت المشط ده بس للراهب الصغير ده وخلاص ومشيت على كده. سال التاني قال له: انت عملت ايه بقى؟ قال له: انا بعت 10. المدير ابتدى يحس ان هو في بارقة امل. قال له: عملت ايه عشان تبيع العشر؟ قال له: والله انا شفت الناس اللي بتيجي المعبد، لقيت دايما بيكون شعرهم منكوش، شكلهم كده مش حلو لان بيطلعوا على جبل والجبل كله رياح، شكلهم بيبقى منعكش كده. فاقترحت على الراهب اللي ماسك المعبد، قلت له: ايه رايك نحط مجموعه من الامشاط كده على الباب، الناس اللي داخله داخلين يصلوا داخلين يتعبدوا يسرحوا شعرهم ويبقى شكلهم حلو وظريف. قال له: والله فكره. فبعت 10 بالطريقه دي. يا سلام، سلم على مخك البلالان، يا بحر العلم، يا ترعة المفهومية، يا فيلسوف الحمير. ده انا فيلسوفك يا عمدي. وانت بقى يا اخونا بياع تالت عملت ايه بقى؟ اسمع يا سيدي، قول يا ستموني قول. قال له: انا بعت 1000 مشط. قال له: 1000؟ طب احكي لنا عملت الموضوع ده ازاي. قال له: الموضوع محتاج شوية تكتكة. قال له: انا جبت المشط، وبما انها مشط خشب حفرت عليها تعاليم من تعاليم بوزة، شوية كده نصايح من الحاجات اللي بيحبوها، ورحت للكبير بتاعه قلت له: شوف يا كبير، انتوا عاملين شغل جامد قوي وتشكروا عليه والناس مبسوطة، وانتوا عاملين حاجات 10/10. فالراهب رد عليه وقال له: قال له: الصراحة احنا عايزين نشكر الناس برضو اللي هم بيجوا وبيتعبدوا، وعايزين نديهم كده هدايا تذكارية. قال له: ماشي، ايه رأيك في المشط ده؟ ممكن تعتبره تذكار يحمل مباركة بوزة، وهتلاقيني حافر لك عليه كمان بص التعليم والنصايح بتاعت بوزة. الراهب شاف الموضوع ده عجبه قوي. قلت له: كمان لاحظ ان الزوار هيستعملوا المشط ده كل يوم، حاجة كده من ريحة بوزة، وهيكون مكتوب عليه التعليم وكده، فحاجة لوز اللوز. فالراهب عجبته الفكرة وطلب 1000 مشط. واحد من المناديب بقى الكحيانين التانيين قال له: يا عم دي ضربة حظ، جت معاك باي لك يعني. فالمدير هنا رد وقال له: لا، دي مش ضربة حظ. قال له: زميلك ده كان عنده خطة، هو حفر الأول تعاليم بوزة على المشط قبل ما يروح يبيعها، فحتى لو الراهب ده ما كانش اشترى منه
كان في راهب تاني هيشتري. راح اخونا المندوب التالت ده يكمل في الكلام وقال له ايه؟ قال له انا كمان ما سكتش، انا تاني يوم رحت رايح للراهب وقلت له ايه الاخبار، الناس مبسوطه ولا ايه؟ قال له الناس مبسوطه جدا، والناس ابتدت تيجي كتير، وكله جاي عايز ياخد الهدايا وعايز الانشاط، انا هعمل معاك طلبيه تانيه كمان. ده غير كمان ان الناس ابتدت تتبرع للمعبد وكل الناس بتسال على المشط، وهنا ازدادت شهره المعبد وازداد عدد الزوار للمكان. ايه الخلاصه هنا؟ ان انت لو حللت احتياجات العميل واستخدمتها فهيشتري المنتج بتاعك، ده في الغالب، لكن اذا فهمت ظروفه كويس جدا ودرستها هتحقق منه ربح كويس. اما بقى لو قدرت تخلي المنتج بتاعك ده جزء من حياته واستحوذ على تفكيره، تستعمل استراتيجيه وين وين سيتويشن، انا وانت فايزين، انت فايز وانا فايز، ساعتها هتبقى انت شريك للعميل وبالتالي مكسبك هيبقى حاجه مختلفه، وكمان تقدم له خدمه ما بعد البيع، وان يبقى العميل بتاعك في دايره اهتمامك ويحس ان انت مش جاي بس تبيع له المنتج وتاخد بعضك وتجري، هنا الموضوع بيختلف وبتحقق ارباح اكتر واكتر. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ونشوفكم مره ثانيه. سلام.